مساء المليون، مساء الخطوات الأهم والأثمن. أنا عبد المجيد الكناني وأرحب فيكم في خطواتك إلى المليون. يا هلا وسهلا فيكم متابعي الثقافية وام بي سي 1. يتجدد معكم اللقاء في خطواتك إلى المليون، هذا البرنامج التنافسي الثقافي اللي يقدم برعاية وزارة الثقافة. اليوم تجاوزنا منتصف الشهر الكريم وتجاوزنا سقف المليون ونصف مليون في مجموع الجوائز المالية. 250 ألف ريال منها خصصت لحملة إحسان للعمل الخيري عبر منصة إحسان. شارك معنا في البرنامج حتى اليوم 68 متسابق، شاركنا معهم طرح أكثر من 750 معلومة في مجالات متنوعة. الأرقام تتصاعد والتنافس هنا ما يوقف، أرقامنا بمشاركتكم بتزيد. وتذكروا دائما بنرجع نحدثها معكم، والمليون ونص ممكن تكون الضعف بإذن الله، يكون التوفيق حليف الجميع. قبل ما نبدأ حلقتنا خلونا نتعرف على اللي فاز أمس في مسابقة حساب الثقافية أزياء، وكانت الجائزة من نصيب الحساب الظاهر على الشاشة الآن. المسابقة ما زالت مستمرة واختيار الفائز اليوم راح يكون عبر حساب الثقافية فنون في منصة إكس بمبادرة من وزارة الثقافة وبجائزة يومية قدرها 2000 ريال سعودي. واليوم سؤالنا يقول: فنان سعودي ارتبط بالذاكرة بالأغنية الوطنية ديرتي دار السلام والعاطفية بنلتقي. الله 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 على هذا الفنان وعلى هذه الأغنية. مشاركتكم تكون عبر متابعة حساب الثقافية فنون وعمل منشن للحساب لمدة ساعة بعد انتهاء الحلقة، وبكرة بإذن الله راح نتعرف على اسم الفائز في بداية الحلقة. فرص المشاركة ما انتهت عندنا، عندنا أيضا مسابقة الحلم. نبدأ بالتعرف على الفائز بسؤال أمس وهو الاسم الظاهر على الشاشة الآن ونقول له ألف مبروك. أيضا سؤالنا الجديد يظهر لكم تباعا طوال اليوم، والأسئلة اليومية تظهر دائما خلال شهر رمضان المبارك. الآن مشاهدينا الكرام خلونا نتعرف على ضيوف حلقة اليوم، متسابقين حلقة اليوم. معانا بداية ياسر المسلم، أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله أخوي عبد المجيد، نورتنا. ياسر هو معلم وممثل أيضا، يا هلا وسهلا. شوف إذا اليوم التمثيل راح يفيدك في البرنامج ولا لا، ولا التعليم أكثر، نشوف وش أكثرهم. نقول الله يطرح فيه البركة إن شاء الله يا رب. معانا أيضا هاجر صالح، أهلا وسهلا يا هاجر. يا هلا فيك. هاجر إعلامية وضيفتنا اليوم، إن شاء الله برضو الإعلام يكون كذا دفعة للأمام عشان تواصلين خطوات المليون. معانا ابراهيم العضيبي ايضا، هو مختص في التغذيه العلاجيه، اهلا وسهلا يا ابراهيم. حياك الله اخوي عبد المجيد. اتوقع ان اكثر شخص يحتاجك الان هو انا. كلنا لك. اتوقع. الله يوفقك. واخيرا وليس اخرا سلمان الاسمري، اهلا وسهلا يا سلمان. أهلا سلمان بي. مختص بالتسويق. حياكم الله جميعا، اهلا وسهلا، يا اهلا ومرحبا. اتوقع زي ما قلت لك يا ابراهيم هذا الموسم كثير الطلبات عليكم حقين التغذية. والله لازم مع السمبوسة والمطار. أيوة، ومع الأكل ومع يعني زي أقول لك أنا ودي بعد الحلقة أجلس معك. أبد كل لك. أيوة والله. أنا تفاجأت إني الثياب توني مفصلها. برنس تكفى، نبغى إن شاء الله تدخل سريع. عقب الحلقة أبشر بسعادتك. إذن على بركة الله نبدأ أول خطوات البرنامج، الخطوات السريعة. في هذه المرحلة خلوني أكون صادق معاكم صراحة، هذه المرحلة لها جمهورها، وأنا شخصيا أستنزف نص لياقتي في هذه الحلقة، في هذه الفقرة، لأن فعليا على اسمها خطوات سريعة، في نفس الوقت ذهنيا لازم تكون حاضر، لازم تكون مستعد. تعرفونها السرعة والإجابة الصحيحة، سرعة بدون إجابة صحيحة ما لها معنى، إجابة صحيحة بدون سرعة خلها بجيبك. مستعدين؟ جاهزين إن شاء الله. مستعدين؟ أموركم تمام؟ بسم الله، استجمعوا تركيزكم لأول
خطوات البرنامج. السؤال الأول في الخطوات السريعة: الطاولة الكبيرة إذا كان عليها طعام ماذا تسمى؟ طاولة الطعام. طاولة الطعام، إجابة خاطئة. إيش يسمونها؟ ماذا تسمى الطاولة الكبيرة اللي عليها طعام؟ تفضلي يا هاجر. مائدة. مائدة، برافو عليك يا هاجر، إجابة صحيحة. وخطوة أولى لهاجر، البنت الوحيدة بينكم، تحدي قوي قدامك. السؤال التالي: تقول الحكمة باب يجيك منه الريح سد واستريح. سد واستريح، يا عيني عليك، إجابة صحيحة. خطوة للأمام لياسر. السؤال التالي: منطقة مثلثة في المحيط الأطلسي وقعت فيها حوادث اختفاء سفن وسقوط طائرات. مثلث برمودا. مثلث برمودا، الله عليك، إجابة صحيحة. خطوة ثانية لياسر إلى الأمام. السؤال التالي: حصان خشبي عملاق أصبح مضرب المثل في الاختراق. ها قول، قول عني ما تقول. الوقت الوقت الوقت. لا لا لا، خلص الوقت. حصان طروادة. حصان طروادة، أحسنت أحسنت، إجابة صحيحة. خطوة للأمام لسلمان. السؤال التالي: جسم الشجرة المنتصب على الأرض ومنه تتفرع الأغصان. الساق. خطأ. الجذور. خطأ. الجذع. الجذع، برافو عليك، إجابة صحيحة يا سلمان. خطوة للأمام. أنا عندي إحساس إن ما في سرعة. أي والله نايمين. السؤال اللي بعده: النبي الذي صنع السفينة ونجا من المؤمنين ونجى المؤمنين من الطوفان. سيدنا نوح عليه السلام. نوح عليه السلام، إجابة صحيحة. يا جماعة واضح إني أنا متحمس أكثر منكم. أي والله. يلا بسم الله. السؤال التالي: قطعة الشطرنج التي تتحرك في جميع الاتجاهات خطوة واحدة فقط. الملك. الملك، يا عيني عليك، إجابة صحيحة. إبراهيم، خطوة للأمام. السؤال التالي: موقع إنترنت تحول إلى واحدة من أنجح الشركات التقنية، أسسه مارك زوكربيرغ. فيسبوك. فيسبوك، إجابة صحيحة لهاجر. خطوة للأمام. السؤال التالي: شخصيتان كرتونيتان ظهرتا لأول مرة عام 1940 لتجسيد العداء الأبدي بين القط والفار. توم أند جيري. توم أند جيري، واضحة أنك متابعة جيدة لتوم أند جيري. تبي تحبين أكثر، توم ولا جيري؟ توم. يعجبني الوضوح يا جماعة. السؤال التالي: صوت الذباب والبعوض. إبراهيم. طنين. أنين؟ طنيه. رني طنين، صح صح، انا سمعتها انين، قلت الولد مجروح، انا قلت اي والله طنين. اجابه صحيحه، خطوه للامام. الان في عندنا ياسر وهاجر متعادلين، وابراهيم وسلمان ايضا متعادلين، 3-2. بسم الله. السؤال التالي: الغزوه التي اصيب فيها سيدنا محمد عليه السلام بجروح في وجهه وفمه. غزوة أحد. غزوة أحد، أحسنت يا ياسر. ياسر باقي لك خطوة واحدة إن شاء الله وتنتقل معانا إن شاء الله. السؤال التالي: مقر البورصة وشركات الأموال في أمريكا. لاس فيغاس. التمثيل لاعبين بك. وول ستريت. وول ستريت، جابة صحيحة، برافو عليك، خطوة للأمام. ياسر وهاجر، إجابة واحدة صحيحة لأي منكما يخليه يتأهل للمرحلة الجاية. السؤال التالي: أعطونا السؤال. أول شركة تقنية تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار. أبل. أبل، عيني عليك، إجابة صحيحة يا سلمان، خطوة للأمام. والله الجولة قوية صراحة. السؤال التالي: مصطلح يطلق على شخصيات الغرب الأمريكي الكلاسيكي من راكبي الخيول المشتغلين بالرعي.
كاوبويز. كاوبوي أول المتأهلين. هاجر برافو عليك. الآن ريح شيل يدك من الزر لو سمحتي، راحتك روقي. باقي عندنا ياسر، إبراهيم وسلمان. نذكرك إجابة واحدة تستطيع أنك تنتقل برفقة هاجر. السؤال التالي: ماذا تسمى السور التي نزلت بعد الهجرة؟ نبوية. مدنية. مدنية إجابة صحيحة، برافو عليك. ترك الزر بحالة خلاص وريح. المنافسة محصورة بين إبراهيم وسلمان. بسم الله. السؤال التالي: المنطقة التي يسمح فيها للحارس بلمس الكرة ومسكه بيده. منطقة الجزاء. منطقة الجزاء أو منطقة 18، برافو عليك إجابة صحيحة. تعادل راس براس. السؤال التالي: الوعد بالعقاب أو الضرر يسمى توعد. خطأ. عندك إجابة أضغط. سلمان إبراهيم عندك، تفضل. تهديد. خطأ. الوعيد. السؤال التالي: إخراج المال الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب. زكاة. الزكاة. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. باقي لك خطوة واحدة وتنتقل. السؤال التالي: آلة موسيقية يضعها العازف على كتفه ويعزف على أوتارها بعصا تسمى القوس. قولها. لا تقدر تأشر. الكمان. برافو عليك. انت قاعد توريني. اعطيك معزوفه. تعزف؟ لا. اوكي. السؤال التالي: اللي جاوب يتاهل. من الاخر، اكمل للحكمه، كل يرى الناس. بعين طبع. بعين طبع. الف مبروك ابراهيم، يتاهل برفقه ياسر وهاجر. سلمان كنت واضح. واضح انك كنت منافس شرس ومنافس شريف. نورتنا واسعدتنا في هذه المرحله وفي الحلقه كلها. شكرا لك وحضورك. كالعاده المغادره دائما للاقل في عدد الخطوات. بعد الفاصل مكملين في خطوه جديده ومنافسه اقوى في خطواتك الى المليون. حتى أنتم ترى بإمكانكم من البيت تبدأون خطواتكم للمليون. المقدمة من مسابقة الحلم. المطلوب بس ترسلوا رمز الإجابة الصحيحة للرقم المرادف لبلدكم لفرصة ربح 20,000 ريال سعودي يوميا، وفوقها راح تكسبون مشاركة في سحب المليون دولار. يا هلا وسهلا فيكم من جديد. المنتقلين معنا للخطوة الجديدة هم هاجر، ياسر وإبراهيم. أنتوا الثلاثة الآن، لكن بقى اثنين منكم مرهون بعدد الخطوات في نهاية المرحلة. الأقل منكم للأسف بيضطر أنه يغادرنا في هذه المرحلة، وهي مرحلة الخطوات المنفردة. في هذه المرحلة تذكروا مثل ما قلت لكم اثنين منكم فقط ينتقلون إلى المرحلة القادمة، واحد راح يغادرنا. عشان كذا ركزوا، لكل شخص منكم 5 أسئلة، ما في زر بس في 10 ثواني لكل سؤال. أعتقد أنها صارت واضحة. بسم الله نبدأ. بسم الله. هاجر، كل الظروف تقول لازم نبدأ فيك. أول شيء لأنك أول المتأهلين. أوكي. ثاني شيء يقولون ladies first، فلازم فيك الموضوع. جاهزة؟ يلا. بسم الله. السؤال الأول لهاجر: خامس الخلفاء العباسيين أبو الأمين والمأمون. صح عمر. لا شوفي قولي، ما أدري الوقت. نبي إجابة. أبو الأمين والمأمون.
أعطيني جواب. هارون الرشيد. هارون الرشيد إجابة صحيحة. أنت قلتي ها بعدين سحبتي وقلتي عين. ترددت. بس برافو عليك. السؤال التالي. من الممثل الكويتي الذي أدى شخصية حسين بن عاقول في مسلسل درب الزلق؟ ما تابعت المسلسل. حسينو أشهر من نار على علم. قولي أي اسم. حقول عبد المحسن عبد الرضا. ما عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليك. أبو عدنان للأسف إجابتك كانت خاطئة. السؤال الثالث. مو مشكلة. آخر سورة في جزء قد سمع الله أو جزء المجادلة. أي سورة في جزء اسمه المجادلة يتبع لسورة المجادلة، لكن آخر سورة في هذا الجزء وشو؟ راح الوقت. سورة التحريم. السؤال التالي. المدة التي استغرقها نزول القرآن كاملاً على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم سنة يعني؟ الوقت يا هاجر. ما أعرف. نبغى بس إجابة. حقول 10. إجابة خاطئة. 23 سنة. مو مشكلة. السؤال الخامس والأخير. أنت عندك لحد الآن إجابة واحدة صحيحة. آسف. شريط ممتد داخل العمود الفقري تتفرع منه الخلايا العصبية. الخلايا الجذعية. للأسف إجابتك خاطئة. الحبل الشوكي. مو مشكلة. أجبتي على إجابة واحدة صحيحة من أصل 5 أسئلة. تنتقل الجولة الآن إلى ياسر. 5 أسئلة، 10 ثواني لكل سؤال. مستعد؟ مستعد إن شاء الله. السؤال الأول. خليفة عباسي اشتهر بكثرة الحج والغزو. تراك يعني مو بعيد. سامع اسمه أنت. الحجاج. هارون الرشيد. هارون الرشيد. سامع اسمه توك. مو مشكلة. السؤال الثاني. فنان كويتي لقب بأحد أشهر أغانيه، لقب بلقب الصوت الجريح. الراحل عبد الكريم عبد القادر. رحمة الله عليك أبو خالد. الراحل عبد الكريم عبد القادر. أحسنت. إجابة صحيحة. شوف جواب واحد صح تضمن تأهل يا رب إن شاء الله. بسم الله. أعطونا السؤال. ما السورة التي تسمى الفاضحة؟ يلا يا ياسر. الفاضحة. الواقعة. إجابة خاطئة. سورة التوبة. السؤال الثالث أو الرابع عفوا. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته؟ اللهم صل وسلم عليه. 63 سنة. 63 سنة. إجابة صحيحة. وكذا ياسر ضمنت التأهل. ما يحتاج أكمل معاك الجولة. إن شاء تمام؟ ننتقل إلى إبراهيم. إبراهيم جوابين صح ثمان اللي تنتقل للجولة الجاية بإذن الله. مستعد؟ إن شاء الله. على بركة الله. أعطونا أسئلة إبراهيم. ثاني خلفاء الدولة العباسية عرف بحزمه في الأموال. يلا يا شيخ. لا تتردد. يلا يا إبراهيم. أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور. أحسنت. برافو عليك. إجابة صحيحة. باقي لك سؤال واحد. باقي لك 4 أسئلة. إذا أجبت إجابة صحيحة لا حتدخل كسر التعادل. صحيح صحيح. ستضمن التأهل. السؤال يقول قدم دور الأب في المسلسل الكويتي إلى أبي وأمي مع التحية. يا أبونا وأمنا يا سند بيت الهنا. مستحيل ما تذكره. والله شكله قبل ما تولد إبراهيم. عرفت؟ لا خالد النفيسي يا شيخ. ما عليه. طيب مو مشكلة. السؤال اللي بعده.
آخر سورة في جزء تبارك. يلا يا إبراهيم الوقت. ما أعرف. الوقت يا إبراهيم. معليش. سورة المرسلات. والله عندي إحساس إنك بنلعب كسر التعادل مع 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 هاجر. عطنا السؤال الرابع. كم عاماً بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووفاته؟ تجمع؟ 10 أعوام. برافو عليك، 10 أعوام. إجابة صحيحة تنهي معها هذه الجولة يا إبراهيم، بتأهل ياسر وإبراهيم للمرحلة الجاية. هاجر، كنت منافس قوي جداً، تفاجأنا والله، لكن نورتينا وأسعدتينا ونورتي البرنامج وأنت إضافة البرنامج. شكرا جزيلا. للأسف وصلنا لنهاية خطوات هذه المرحلة اللي صارت نتيجتها واضحة. ياسر وإبراهيم تأكد انتقالهم للخطوة الجاية، هاجر للأسف غادرتنا. بعد الفاصل ندا لند ووجها لوجه في مرحلة الخطوات الثابتة. نراكم بعد الفاصل. حتى أنتم ترى بإمكانكم من البيت تبدأون خطواتكم للمليون. المقدمة من مسابقة الحلم. المطلوب بس ترسلوا رمز الإجابة الصحيحة للرقم المرادف لبلدكم لفرصة ربح 20,000 ريال سعودي يومياً، وفوقها راح تكسبون مشاركة في سحب المليون دولار. أهلا وسهلا فيكم من جديد. معانا ياسر وإبراهيم، صاروا وجها لوجه والتنافس الآن في ذروته. ليش؟ لأن طريق المليون لا يتسع إلا لشخص واحد فقط. أعتقد هذه المرحلة واضحة، مرحلة الخطوات الثابتة. كل إجابة صحيحة وسريعة هي رصيد في حسابك عشان تتغلب على منافسك. مستعدين لطرح الأسئلة؟ مستعدين. بسم الله. السؤال الأول، وعطونا الوقت. سؤالنا عن شخص ولد عام 1980، مدرب منذ عام 2020، لكن لمن هم دون 17 عام، في ناد حقق بطولات عديدة، سبق ولعب في جميع الفئات السنية لنفس النادي حتى وصل للفريق الأول وأصبح كابتن الفريق ومن أبرز اللاعبين. إبراهيم. سعد الشهري. سعد الشهري إجابة غلط. تنتقل لك، عندك إجابة ولا أعطيك معلومات؟ كمل شوي. طيب، يعد من أبرز اللاعبين السعوديين في جيله، وهو أكثر لاعب بتاريخ الكرة السعودية تحقيقا للألقاب بواقع 33 بطولة، بفارق 7 بطولات عن أقرب منافسيه، وهم زميله السابق بنفس الفريق زميلاه السابقين في نفس الفريق يوسف ثنيان وسامي الجاب. محمد الشلهوب. محمد الشلهوب، أحسنت، إجابة صحيحة، 10 نقاط في رصيدك. تمام، تونا في البداية. السؤال الثاني، أطول الوقت. سؤالنا عن وزارة تأسست عام 2018 بعد فصلها عن وزارة الإعلام. اتخذت الوزارة من الدرعية التاريخية عاصمة الدولة السعودية الأولى مقراً لها. تضم الوزارة نحو وزارة إبراهيم. وزارة الثقافة. يا عيني عليك، وزارة الثقافة يا صديقي يا إبراهيم. 41 نقطة في رصيدك الآن، 10 نقاط في رصيدك. السؤال التالي، عطونا الوقت. سؤالنا عن فيلم جمع بين الأكشن والكوميديا، عرض للمرة الأولى في ديسمبر 2022
في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ثم بدأ عرضه في دور السينما في 29 ديسمبر من ذات العام. في مايو 2023 أعلن عن تحقيق الفيلم لرقم قياسي من بين الأفلام السعودية، وأصبح من بين أكثر 5 أفلام ربحاً في المنطقة بأكثر من 900,000 تذكرة مباعة تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين دولار. هو من إخراج المخرج عبد الله العراك. الفيلم من إنتاج شركة أفلام الشميسي، إحدى شركات استديو تلفاز 11. الفيلم من بطولة إبراهيم الحجاج، عبد العزيز الشهري، وإبراهيم خير الله. خلص الوقت. فيلم سطار يا شباب، فيلم سطار يا شباب. واضح أنكم ما تتابعون أفلام سعودية. لازم تتابعون أفلام سعودية. السؤال الرابع، وعطونا الوقت. سؤالنا عن شيء قد يكون للبعض رفيق الأوقات الصعبة، هو عنصر رئيسي من عناصر الضيافة في المملكة العربية السعودية، وأولى خطوات البروتوكول الضيافة الرسمي في استقبال الوفود الخارجية ورؤساء الدول. القهوة يا ياسر، يا عيني عليك يا ياسر. القهوة إجابة صحيحة. 49 نقطة، 41 نقطة. آخر سؤال هو اللي بيفصل. بسم الله، أعطونا الوقت. سؤالنا عن معلم وطني وحضاري وأيقونة تاريخية كان حصنا تاريخيا. إبراهيم، قصر المصمك. إبراهيم، إبراهيم يعني تونا في بداية السؤال، يعني أنت ناقصك عنده يعني ناقصك شوي 9 نقاط. وليش قلت قصر المصمك؟ لازم أقول لأن إجابة صحيحة. برافو عليك. برافو عليك يا إبراهيم. ثلاث الله على الروح الرياضية الحلوة اللي بينكم. 93 نقطة لإبراهيم، 49 نقطة لياسر. مرحلة أظهرت الكثير من قدرات الشباب، بسم الله ما شاء الله. مرحلة تنافس عالية جدا. للأسف يا ياسر أنك ستكون المغادر منها، وراح يستكمل معانا إبراهيم خطواته إلى المليون، لأن طريق المليون يتسع لشخص واحد فقط. بعد الفاصل الخطوات العشر. حتى أنتم ترى بإمكانكم من البيت تبدأون خطواتكم للمليون. المقدمة من مسابقة الحلم. المطلوب استرسلوا رمز الإجابة الصحيحة للرقم المرادف لبلدكم لفرصة ربح 20,000 ريال سعودي يوميا، وفوقها راح تكسبون مشاركة في سحب المليون دولار. أهلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا مع إبراهيم في الخطوات العشر. إبراهيم أبو إيش أنت؟ محمد. أبو محمد. يا محمد يا حبيبي، بابا وصل للدرج. وانت تقول لي يا بابا يا رب أنك توصل للدرج. بابا وصل للدرج. قدامك يا أبو محمد 10 خطوات. راح نسألك 9 أسئلة. ال9 أسئلة هذه فيها خيارات. بعد ال9 أسئلة راح نعرف رصيدك اللي جمعته إلى أن تصل للسؤال مضاعفة المبلغ. أعتقد أنه صار واضح. أتمنى أنك تكون مستعد إن شاء الله. الله يوفقك. آمين. ودعوات محمد ولدك إن شاء الله أنها آمين. تستجاب. آمين. استريح. السؤال الأول، ما هو أول منجم للتعدين في السعودية؟ منجم مهد الذهب، منجم الرجوم، منجم بلغة، منجم وادي الصواوين. مهد الذهب. علي صوتك لو سمحت. مهد الذهب. إذا متأكد خذ خطوة للأمام. السؤال التالي،
من أول إمام سعودي كسى الكعبة؟ الإمام محمد بن سعود، الإمام عبد العزيز بن محمد، الإمام سعود بن عبد العزيز، الإمام عبد الله بن سعود. الإمام محمد بن سعود. إذا متأكد خذ خطوة للأمام. السؤال التالي: منطقة آثار في حائل من أشهر آثارها حرة النار وكهف سعفان، آثار القنفذة، آثار العرفة، آثار الشويمس، آثار خليص. منطقة آثار في حائل، آثار خليص. خليص؟ إذا متأكد خذ خطوة للأمام. السؤال التالي: كبير الجغرافيين المسلمين رسم خرائط متقنة للعالم وله كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، أحمد بن ماجد، الإدريسي، ابن بطوطة، أم ابن جبير؟ الإدريسي. لا، واضح أنك متأكد. بسم الله ما شاء الله. السؤال التالي: متى صدر العدد الأول من جريدة عكاظ؟ 1960، 1961، 1962، ولا 1963؟ بقول 62. معلومة ولا رميتها كذا؟ صراحة توقع. طيب، السؤال التالي: أين أقيمت أول دورة أولمبياد شتوية؟ سويسرا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، أم النرويج؟ سويسرا. السؤال السابع: ما عاصمة هونغ كونغ؟ فيكتوريا، هانوي، كاتماندو، ويست آيلاند؟ فيكتوريا. السؤال الثامن: من أول وزير للحج في السعودية؟ محمد عمر توفيق، حسن كتبي، عبد الوهاب عبد الواسع، حسين بن علي عرب؟ أول وزير للحج في السعودية. حسين بن علي. السؤال التاسع اللي بعده بنعرف رصيدك. السؤال يقول: روائي إنجليزي من أشهر أعماله حكاية مدينتين والآمال العظيمة، جي آر آر تولكن، تشارلز ديكنز، جين أوستن، ولا ويليام شكسبير؟ ويليام شكسبير. إذا متأكد أخذ خطوة. طيب يا إبراهيم، لازم نعرف كم جمعت حتى الآن، والوحيد اللي يعرفه هذا الجهاز، وأيضاً هذا الجهاز الوحيد اللي ما فيه رصيد صفر. عطنا سنة ميلادك لو سمحت. 1986. ما شاء الله. نفس السنة. عزيزي المتسابق، رصيدكم في برنامج خطواتك إلى المليون هو 16,000 ريال سعودي. 16,000 ريال سعودي. ألف ألف مبروك يا إبراهيم. للأسف أنك جاوبت على 5 أسئلة إجابات خاطئة. ما عليه. أول إمام سعودي هو سعود بن عبد العزيز. السؤال الثاني: الآثار شويمس وليس خليص. السؤال الثالث اللي أجبت عليه إجابة خاطئة، إجابة خاطئة، صحيفة عكاظ 1960، قيمة أول دورة شتوية أولمبية في فرنسا. والسؤال الخامس: الروائي الإنجليزي كان تشارلز ديكنز. تمام؟ سؤال مضاعفة المبلغ، إذا أجبت عليه إجابة صحيحة تضاعف مبلغك، وبكل الأحوال أنت بطل الحلقة وربحت 16,000 ريال. أكيد محمد فرحان وفخور فيك الآن. مستعد للسؤال؟ إن شاء الله. فاصل
ونرجع نسأل السؤال. حتى أنتم ترى بإمكانكم من البيت تبدأون خطواتكم للمليون، المقدمة من مسابقة الحلم. المطلوب استرسلوا رمز الإجابة الصحيحة للرقم المرادف لبلدكم لفرصة ربح 20,000 ريال سعودي يوميا، وفوقها راح تكسبون مشاركة في سحب المليون دولار. رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدي الثقافية وام بي سي 1، وقبل ما نستكمل خطواتنا خلونا نذكركم بسؤال اليوم في حساب الثقافية فنون. تابعوا الحساب ومنشر للحساب والإجابة الصحيحة، والتوفيق حليفكم بإذن الله. أيضا خلونا نتعرف على الفائز في مسابقة الحلم اللي اسمه ظاهر على الشاشة الآن، ونرجع إلى إبراهيم. حياك الله يا أبو محمد. أهلا وسهلا محمد، خلي بابا يجيب لك اللي قال لك، ها ربح 16,000 وان شاء الله انه يربح سؤال الضعف. شجع بابا ان شاء الله. بسم الله، امامك السؤال مضاعفة المبلغ، سؤال بدون خيارات، في حال اجبت عليه اجابة صحيحة راح يتضاعف هذا المبلغ. اذا ما اجبت اجابة صحيحة انت بالتأكيد رابح 16,000 ريال. بسم الله، مستعد؟ ان شاء الله. اعطونا السؤال الاخير. السؤال يقول: من دهاة العرب ولاه عمر بن الخطاب على مصر. عمر بن العاص. متأكد؟ خذ إجابة صحيحة إن شاء الله. تفضل جنبي. أنت كنت تخمن ولا متأكد؟ تفضل خليك جنبي بس وجهك. أنت كنت تخمن ولا متأكد؟ لا متأكد بشكل كبير إن شاء الله. كم نسبة تأكيد؟ 80%. 80% من دهاة العرب عمر بن العاص. حمودي، بابا صار عنده 32,000 ريال. ألف مبروك يا إبراهيم، إجابة صحيحة، عمرو بن العاص رضي الله عنه، من أجمل الحلقات اللي ساعدنا فيها وساعدين أكثر إن محمد ولدك كل يوم قاعد يتابعنا ويستفيد من المعلومات اللي موجودة في البرنامج. تأكدوا مشاهدين أن خطواتك في البرنامج لها ثمن، والدليل إبراهيم. انتظرونا غدا في خطوات جديدة ومنافسات جديدة من خطواتك إلى المليون. إلى أن نلتقيكم كونوا بخير دائما وفي أمان الله.